ليأندرو كاستان، كيفن ستروتمان، إيريك لاميلا، بابلو إسفالدو، والكبير فرانشيسكو توتي، مايكون، مهدي بن عطية، أليساندرو فلورينزي. لعب يعني واضح أنه محصور بشكل كبير في وسط الملعب، لاحظ هذا التجمهر الكبير، هذا الزحام الكبير جدا من لاعبي الفريقين. أوسفالدو، لاميلا ينطلق ولكن بعيد عن إيريك لاميلا، أقرب لماركوس شورزر، والكرة في المرمى، هدف أول بالخطأ الفادح لشورزر، أشدنا بالحارس الأسترالي صاحب الأربعين عام، لكن نسينا نشيد بإيريك لاميلا بالأرجنتيني الشاب، والخطأ الفادح جاء من صاحب الخبرة ليأتي الاستغلال من الشاب المتألق من الأرجنتيني المبدع إيريك لاميلا ابن 21، يتفوق على ابن 40 بعد هذه العودة بالكرة إلى شورزر، والخطأ الفادح، الكرة على القائم الأيمن، لاميلا لا يرحم، هدف أول لمصلحة روما، ذئاب العاصمة تتكلم وتأتي بالهدف الأول في شباك تشيلسي بعد الخطأ الفادح، جد الخطأ لا يغتفر لمارك شورزر، هدف أول لمصلحة نادي روما بالخطأ الفادح كما نشاهد عودة الكرة باتجاه شورزر، لا يحسن التعامل لكن إيريك لاميلا كان مستعد وكان على أهبة الاستعداد لتسجيل أول الأهداف. رمي التماس ربع ساعة على انطلاقة الشوط الثاني، ربع ساعة مرت في زمن الشوط الثاني ولا زال التقدم لمصلحة روما كما كان في شوط المباراة الأول بهدف دون مقابل بهدف إيريك لاميلا في الدقيقة 21. لمسة سريعة جميلة جدا من ديمبامبا، فرانك لامبارد، بطريقة فرانك لامبارد، بروعة فرانك لامبارد، صاروخية يمينية يعجز عنها مورغان دي سانتوس، وحتى إن استعان بحارس آخر لا يمكن التصدي لمثل هذه الكرات، لمثل هذه اللقطات، دي سانتوس يكتفي بجرعات المياه بينما جماهير تشيلسي تحتفي بالهدف الرائع. هنا انطلاقة فرانك لامبارد، لمح المرمى مكشوف أمامه، جاءت صاروخية، كرة قوية للكبير المخضرم بعد هذه التمريرة السحرية من دومبامبا، كرة قوية على يمين حارس المرمى لا تصد ولا ترد، وفرانك لامبارد الكبير الإنجليزي يسجل على يمين مورغان دي سانتوس هدف التعادل، هدف تشيلسي الأول. أوسفالدو روما، رمي جانبي لصالح تشيلسي، مصر على المحاولات حتى في اللحظات الأخيرة، أوسكار بيرترام في الجهة اليسرى، عودة إلى أوسكار، إيدي نازار، كرة قصيرة من إيدي نازار، ملعوبة خطيرة داخل منطقة الجزاء، الكرة لازالت حائرة، لازالت فيها فرصة ومحاولة من جانب الكلوز من جانب تشيلسي، خطيرة الكرة، إيدي نازار، فاصل فني مهاري رائع، والخطورة متواصلة، هدف لمصلحة تشيلسي، هدف عن طريق البلجيكي البديل لوكاكو بعد مجهود كبير مبذول من بلجيكي آخر، هو صاحب المهارة والإمكانيات، هو صاحب الفنيات والانطلاقات، إيدي نازار، لاحظ ماذا فعل، غرب لمدافعي روما، تراقص بالجميع، تلاعب بالكل، ديمبابا هياها، والبديل لوكاكو يسجلها في الشباك، يمنح الفرصة للفوز والانتصار لصالح تشيلسي على روما بهذا الهدف الثاني. تشيلسي كان الأفضل طوال دقائق الشوط الثاني، يستحق هدف جديد بعد الضغط والمحاولات الكثيرة على شباك مورغان دي سانتوس، على شباك روما، فرح جماهير تشيلسي، حزين جماهير روما لأن الهدف جاء متأخرا، لوكاكو سجل في الدقيقة ما قبل الأخيرة في الدقيقة 9.